قسمات الوطن. بونجور، كيفك دمادموزيل؟ الله يحفظك. ولك يا أهلا وسهلا بالعميد. وحياتك، في بلو؟ باردون عميد؟ بلو؟ بعرف مش اخذ موعد، بس ما رح طول عن جد، بدي بلو قطر. لك يا عميد شو عم تحكي؟ شو بك عم تعملي حالك مثل الطرشة بالزفت؟ أنا كل ما أمرق بهيدا الشارع بقول شي نهار بدي ميل صوبكم بلو وطر، وهي أول مرة بجي لعندكم، معقول تخسروني كزبون ولا؟ لا يا عميد، أهلا وسهلا فيك ساعة ما بتجي، بس أنا ما عم بفهم عليك، شو هو اللي بدك تبلو وتر؟ ما بعرف، يمكن لساني، يمكن زلعومي، يمكن شعراتي، يمكن هاي أول مرة بجي لعندكم، أنتو بكو تقولوا لي شو هو بدي بلوتر. يا صبر أيوب، ولك يا عميد مين اللي قالك إنه هون فيك تبلو؟ أنتو كاتبين على الأرما برا هيك. نحنا؟ وين؟ فرجيني. شرفتي قدامي. اتفضلي، شو كاتبين حضرتكم هون؟ مش بلوتر؟ عميد، هيدا اسم المنتجع السياحي تبعنا، بلو ووتر، كاتبينه بالعربي. ها شوف، بلو ووتر. بلو ووتر يعني منتجع المي زرقاء. صحيح عميد. طيب طالما عندكم مي زرقاء، في بلوتر؟ ايه الله حفظك، بدي بلو شوي.